اشتهر الإمام الشافعي بالفراسة، فكان يوما جالسا مع الحميدي ومحمد بن الحسن يتفرسون الناس، فمر رجل فقال: محمد بن الحسن يا أبا عبد الله، انظر في هذا الرجل. فنظر إليه وأطال، فقال ابن الحسن: أعياك أمره؟ قال: أعياني أمره. مرة يظهر لي أنه نجار، ومرة أخرى أراه خياطا. قال الحميدي: فقمت إلى الرجل فقلت له: ما صناعة الرجل؟ قال: كنت نجارا وأنا اليوم خياط. فصدقت فراسة الشافعي يرحمه الله تعالى ويغفر لنا.